ويفضل النوم أثناء النهار، لكن حيواننا السري ليس شيئا. ماذا عن ظبي القوفز؟ لقد ميزه الله بسرعة تصل عند الركض إلى 90 كيلو مترا في الساعة، ولا تمسك به إلا الحيوانات السريعة فعلا، وعندما يتعرض إلى الخطر يحمي ظهره إلى الأعلى ويموج شعره، وهذا إشارة تحذيرية لقطيعه. بعد ذلك يفر هاربا بقفزات عالية في الهواء. يعيش القوفز في قطعان كبيرة في المناطق المفتوحة الجافة من إفريقيا، ونتيجة لتعرض قطعانه للصيد على أيدي الأوروبيين الذين استعمروا جنوب إفريقيا، أصبحت القطعان أصغر مما كانت عليه. والآن سنعطيكم معلومة أخرى. عندما يتعرض حيواننا السري إلى الخطر يصدر صوتا مزعجا. هناك حيوان إفريقي يصدر صوتا مزعجا عند تهديده. إذا أصبح الحيوان السري مزعجا عند تعرضه للخطر فقد يكون الشمبانزي، والذي يعتبر من أكثر الحيوانات الرئيسية إزعاجا، ويمكن سماع ندائه من مسافة 3 كيلومترات. للشمبانزي عدوان فقط هما النمور والبشر، وردة فعله مختلفة جدا. فعندما يكتشف وجود شخص قريب منه يصدر أحد أفراد القطيع صرخة تحذيرية منخفضة، فتصمت معها بقية القطيع وتتوقف بهدوء لحين مرور الشخص. وإذا تعرض لهجوم نمر فإنه يصيح ويصرخ ويبدأ بهز أغصان الأشجار حتى يقوم برمي النمر ببعض الأشياء لإخافته. هذا شمبانزي بونوبو. الشمبانزي ذكي جدا، وهو من الحيوانات الوحيدة في العالم التي تستطيع استخدام الأدوات. تتعلم صغاره كيفية استخراج النمل الأبيض بإدخال فرع غصن داخل بيت النمل ثم لعق النمل عنه. الشمبانزي شديد الذكاء، لكنه ليس حيواننا السري.